صباح الخير بنات، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الساعة هلأ عندي 10 الصبح، في عندي طلعة بعد شوي ولازم أتجهز لها، فقلت إنه ليه ما أتجهز لها معاكم. لازم أنزل من البيت على الساعة 12، فأتوقع إنه في عندي وقت إنه أنا أصور وألبس وأنزل. هلأ الحلو بهذا الفيديو إنه أنا رح أجرب معاكم منتجات أول مرة بحياتي أجربها، أوكي؟ وصلتني جديد من بوتيكي. في كتير بنات في عندهم خربطة بموضوع بوتيكي هذا. بنات البوتيك هو هذا بوتيك افتراضي موجود على الإنترنت أونلاين بموقع اسمه بوتيكات. سو كل انفلونسر او كل حدا مشهور له بوتيك معين في هذا الموقع، اوكي؟ وبهذا البوتيك كل واحد فينا بتدخل الاشياء اللي هي بتحبها او بتعجبها. في اشياء كتير موجوده في بوتيكات احنا ما بنعرفها او احنا ما جربناها، فنحن شو بنسوي؟ بنروح بنطلبها بنجربها، عجبتنا بندخلها عنا البوتيك، ما عجبتنا ما بندخلها عنا بالبوتيك. فانا اليوم طلبت صراحه كتير اشياء من بوتيكات، يعني البوكس كله اشياء جديده، اوكي؟ في منها اشياء طبعا سويت لها انبوكسنج معاكم فبتلاقوها انه هي مفتوحه، العلبه تبعتها يعني مشيوله، في منهم اشياء لا، فخلينا نجربهم هلا مع بعض. انا ما راح اسوي ميك اب ثقيل طبعا، اكيد الساعه 10 الصبح، فراح اسوي ميك اب خفيف، اوكي؟ راح احط فاونديشن لانه انا بدي اجرب الفاونديشن معاكم وبس يعني. فيلا خلينا نبلش. كل منتج انا راح احط لكم رقمه في البوتيك تحت بالديسكربشن بوكس، اوكي؟ يعني كل اللي عليكم انه انتم اذا بدكم تطلبوا اي منتج من هدول المنتجات اللي انا استخدمتهم تروحوا على لينك البوتيك، التوصيل بس لدول الخليج، اوكي؟ تدخلوا على لينك البوتيك وبعديها تكتبوا رقم المنتج في البوتيك تبعي راح يطلع لكم على طول، اوكي؟ عشان ما تضلكم تدوروا هيك. التوصيل بس لدول الخليج، فالبنات اللي من مصر، مغرب، عراق بيقولوا مثلا ليه ما بيفتح معنا الموقع عشان هو بس لدول الخليج. اول شيء راح احكي لكم عن العدسات، عدساتي هي امارة، اوكي؟ اسمها رويال بلو. انا بلبس نظر فماينس 3.75. موجودة كمان في البوتيك، رح احطلكم رقمها تحت. المهم خلص حكينا كتير، يلا خلينا نبلش. اول شي رح ارطب شفايفي بمرطب شفايف دكتور ليب، احلى مرطب شفايف بالدنيا، اوكي؟ بيرطب الشفايف بطريقة يعني مو طبيعية، اوكي سو رطبت شفايفي. نجي هلا على الحواجب، رح استخدم هدول القلم والمسكرة من بنفت، اوكي؟ هذا القلم في منه سايد فرشة وسايد قلم، سو انا اول شيء راح امشط حواجبي وراح ابدا ارسم او احدد حواجبي بالشكل اللي انا بدي اياه. القلم هذا كتير ثابت يا بنات، اوكي؟ كتير كتير ثابت، يعني بترسموه وخلص ما بتهكلوا هم مثلا انه ينمسح او شيء، يعني حتى اذا كان الجو حار هو كتير ثابت. والحلو فيه انه راسه كتير رفيع ففيكم انه انتم ترسموا فيه شعره بسهوله. اوكي سو شايفين رسمت حاجبي ما محتاجه كتير. هلا رح اسوي المسكرة على هذا الحاجب عشان بس افرجيكم الفرق. هاي المسكرة كمان يعني فظيعه فظيعه، من احلى مسكرات الحواجب، بس مشكلتها تقيل كتير على الحواجب، فلا تستخدموها كل يوم، ممكن تستخدموها يعني مش كل يوم. اوكي شايفين كيف بتوقف الحاجب؟ شوفوا الفرق، اوكي؟ رسمت حاجبي الثاني. هلا بنيجي على العيون. كبرايمر للعيون رح استخدم هذا البرايمر من نارس، هذا اجاني بنفس الطلبيه تبعت بوتيكات بس انا جربته من قبل، يعني شوفوا فظيع، اوكي؟ فظيع فظيع فظيع. هو يعني بخلي لكم الاي شادو، اول شيء رح احطه على جفن عيوني انا، اوكي؟ بخلي لكم الاي شادو يضل ثابت 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 وما يتحرك، والالوان تكون كثير واضحه، وعارفين اللي هو بخلي الاي شادو يندمج بسرعة، يعني ما بيخليه يضل هيك يبقع او يكلكع، اوكي؟ طلبت انا هدول التو باليتس، اوكي؟ الاثنين من لايم كرايم، هذا استخدمته من قبل بميك اب، رح احط لكم صورة الميك اب هون. الوانه فظيعة كتير حلوة، اوكي؟ وكتير واضح، بس ما رح استخدمه اليوم لاني اوريدي استخدمته. مين عم بيطلع صوت؟ فانا اليوم رح استخدم هذا ما استخدمته ولا مرة. شوفوا الالوان ما احلاها. هستخدم هذا اللون، هذا البينك الفاتح، اوكي؟ وراح احطه على الجفن المتحرك. لا ما هو مش طبيعي، مش طبيعي تقعدوا تنقلوا عفش هلا، يعني شايفين ما احلى البرايمر تبع الاي شادو، خلى اللون يتوزع بسهوله وخلاه واضح وما بقع ابدا. بصراحه هذا البرايمر تبع العيون كتير حبيته، هو وبرايمر بنفت حسيتهم احسن برايمرز، بس خلاص
دنيا الصبح بدي اضل اذكر حالي انه الدنيا الصبح عشان ما اخبص الدنيا. اخذ نفس اللون وتحت عيني. ما راح استخدم اي شيء ثاني من الاي شادو باليت لانه الدنيا الصبح، بس هو فعلا كتير حلو. اوكي يعني مثلا اذا بدي اسوي لكم سواتشز مثلا شايفين الالوان، الالوان كتير واضحة وكتير هيك يعني بيجمنتد. هلا رح نجي على شغلي كتير بتحمس اللي هو هاد الايلاينر من لانكوم، وكتبوا انتم شايفين انه هو ايلاينر عادي بس هو مش ايلاينر عادي. شوفوا ما احلى، شوفوا طبعا انا ما استخدمته ولا مره من ناحيه السواد وهيك ما استخدمته، هلا استخدمه معاكم بس شوفوا. اوكي شايفين ممكن انتم تسووا هيك وتصيروا ترسموا فيه هيك بكل سهوله، ممكن الناحيه الثانيه نفس الشيء شايفين هيك بكل سهولة. فهلا رح نجرب نرسم فيه. فظيع لونه كتير حلو، سواده حلو. كتير سهل بالرسم، سهل 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 بالرسم لأبعد الحدود. يعني ما بتحتاجوا انه انتو تسووا اي شيء، بس خلص تركوا ايدكم على مكان وهاي ميلوها وارسموا. كتير سهل بالرسم شايفين، بثواني خلصتوا. خليني ارسم هون. خلصنا من الايلاينر، بصراحه كتير حبيته شايفين، كتير حلو وسهل بالرسم، اسهل مما تتخيلوا، كتير سهل بالرسم. هلا شغله بدي اجربها معاكم، هي مش من بوتيك اوكي، بس انا طلبتها من امازون. اوكي هاي هي لوريال بارادايس الماسكارا، بس هاي مش ماسكارا، هاي برايمر تبع لاشز. دقيقه افرجيكم. بكون مثلا في ماسكارا لونها ابيض اوكي، بتحطوها قبل ما تحطوا الماسكارا السوداء فبتعطيكم فوليوم كبير. شايفين لونها ابيض، فانا خليني اجرب لانه صراحه كثير متحمسه عليها. اوكي هلا اول شيء رح استخدم هاي البيضة، صراحة شفت عليها مدح كتير ويا رب ما تخيب ظني. فاول شيء هي بتصبغ الرموش لون ابيض، بعديها نحن لما نحط الماسكارا السودا الماسكارا العادية بتلاقي في كثافة وطول اكتر. هلا راح استخدم اي ماسكارا حبيبتي وعمري كله، والمسكرة اللي ما بقدر اعيش بدونها ابدا ايسادورا. رح ابلش احطها. يا رب يا رب الله، كأنه في فرق، كأنها زبطت. دقيقة نشوف. حاسة انه في فرق صح، حاسة انه يعني كتير حسنت رموشي، بس طبعا البنات اللي شوية رموشهم طويلة اكتر مني رح يحسوا فرق اكبر طبعا لانه انا رموشي قصيرة. هلا بنيجي على الوجه، رح استخدم برايمر بنفيت اوكي، هذا البرايمر المفضل عندي. اوكي حط هالقد وحاخد وحصير اطبطب على الاماكن اللي بتخطط عندي او بتدهن. البرايمر هذا بيخلي الميك اب يضل يعني طول اليوم عندكم ثابت وما يختفي ولا يتحرك ولا يحور ولا يخطط. سو انتوا بتحطوا البرايمر على الاماكن اللي فيها مثلا خطوط، مثلا فيها مسامات بتخفي المسامات تماما اوكي، خطوط الضحك مثلا لو عندكم خطوط حوالين العين، مثلا هون شوي هون شوي اللي فيها مسامات يعني اوكي. انا ما بحب احط البرايمر على كل وجهي، بس في ناس بتحطه على كل وجهها بس انا ما بحب. ثلاث فاونديشنات طلبتهم، اول فاونديشن من باي تيري، ثاني فاونديشن من شيسيدو، ثالث فاونديشن من كوفر فيكس. حاسه انا بدي اجرب هذا لانه شوفوا فرشه اوكي، بس نكبس عليه من ورا بصير يطلع الفاونديشن، فخلينا نجرب. اوكي حكبس. شايفين كيف طلع حلو، انه الفرشة يعني منه وفيه الدمج منه وفيه. اوكي شفتوا، يلا بسم الله. الكفرج تبعته خفيفة بس حابة الفرشة كتير، واتوقع انه مش مات. وانا صراحه ما بحب الفاونديشنز المات،
لانه انا اصلا بشرتي يعني مختلطه بس مايله للجفاف، فالفاونديشنز المات بتنش يعني بتخلي بشرتي شكلها كتير ناشف. كتير حبيت موضوع الفرشة هاي اللي بالفاونديشن، عشان عارفين كتير مرات مثلا بنحط فاونديشن كمية كبيرة واحنا اصلا مو محتاجينها، فهذا انتي اوريدي بتحطي يعني بتحطي الكمية بتوزعيها بتشوفي كفتك، خلاص ما كفتك بترجعي بتزودي. شوفوا كيف الفرشة جاية مايلة، صراحة كتير حلو وخفيف يعني مش فول كفرج. وانا كمان على فكره ما بحب الفاونديشنز الفول كفر، وخصوصا اذا كان استعمال يومي او متكرر بحسها بتكتم البشره بتكتمها. اوكي هلا وقت البيوتي بلندر. اوكي شوفوا الدرجه اغمق مني بشوي، بس كبيس وك ابلكيشن انه فيها الفرشه منه فيه وك كفرج وهيك حسستها بيرفكت لإلي. فهنحاول هلا نظبط الشيد شوي بالكونسيلر وهيك. رح استخدم عجلة كاريولان، هاي العجلة كتير مشهورة بس أنا أول مرة بحياتي أجربها اليوم. تيجي نفس هيك فيها كونسيلر وكونتور، وها ممكن يكون فاونديشن، ممكن إنه أنتوا تخلطوه مع هذا إذا بدكم تفتحوه وتخلطوه مع هاي إذا بدكم تغمقوه. فخلينا نبدأ. حاسة إنها حتطلع حلوة لأنه حتى صاحبتي كتير بتحبها وكتير بتمدح فيها. فأول شي رح آخذ هذا وراح اسوي دمجه سهل تقريبا، شايفين يعني بسهوله هيك انزاح معي. طيب انا حطيت كميه كبيره عشان بس احاول اضبط لون الفاونديشن لانه حاسسته غامق علي فعلا، وما راح اسوي كونتور. اوكي حخلي يعني حدمج هاي وحخلي اللون الفاونديشن العادي كاني مسويه كونتور، بس انا ممكن انا استخدم هاي، رح استخدم بس هاي لانفي. اوكي بهاي حلوه بصراحه، دمجها سهل تندمج بسرعه حلوه. يعني عارفين مثلا اذا انتم بدكم هيك شيء انه جيبوا هاي اسهل من مثلا انتم ما تجيبوا مثلا باليت كونتور وكونسيلر كامل، فاهمين؟ باليتات الكونتور والكونسيلر بتكون كبيرة، دقيقة أفرجيكم. يعني مثلا أحسن من ما أنه أنتم مثلا تاخدوا هذا كله، خدوا هاي بس الصغيرة يعني هيك محمولة وصغيرة أكتر، وفيكم تخلطوا وتبدعوا فيها. يعني تقريبا شوي زبط اللون. خلينا نجرب نستخدم الكونتور لأنفي. هلأ حجي أدمج، شوفوا ما أسهلوا بالدمج، شوفوا شايفين كيف اندمجت على طول؟ شوفوا كتير حبيته، شايفين ثواني اندمج. حستخدم لوس باودر لورا مارسيه. طبعا هاي اللوس باودر اللي انا فعلا مستحيل اغيرها بحياتي، مستحيل اغيرها، ما بحب اغيرها، وجربت كتير لوس باودرز وما لقيت احلى منها ابدا ابدا ابدا. شفافه وبتلبق على كل الوان البشره، هي لونها هيك بس هي شفافة. اوكي في منها طبعا درجات، بس انتو دايما خدوا الترانسبيرنت او ترانسلوسنت. وهلأ رح اجيب الباقي وراح اوزعه على كامل وجهي. نسيت احط بلاشر، كان بدي احط بلاشر كريمي، مش مشكلة احط بلاشر باودر. تعرفوا بنات في اشياء عن جد الواحد او مش الواحد انا بلزق عليها. يعني كتير بنات منكم مثلا بيقولوا لي مثلا غيري لوس باودر لورا مارسيه، غيري مسكرة إيسادورا. شوفوا انا مو فارق معي انه انا اقعد اجرب منتجات جديده واقعد اسوي دعايه على منتجات جديده ولا انصح منتجات جديده، انا نفسي ما اكون مقتنعه فيها. انا جربت كتير لوس باودرز، بس فعلا اللي جد انا بحبها او ماي فيفورت هي لورا مارسيه. فانا ما رح اجي انصحكم بلوس باودر واقول لكم هاي كتير حلوه وانا من نفسي انا ما اكون كتير حاببتها. اوكي فإذا الشيء أنا ما كنت حاببته 100% ومو مقتنعة فيه ما بتلاقوني بمدحه من قلبي، فاهمين؟ يعني مثلا ممكن شيء يكون حلو بس مش واو، أقولكم إنه حلو بس ما حد أمدح فيه كتير. بس إذا مثلا أنا الشيء حاببته وفعلا كتير داخل راسي ومزاجي، لا بعد بقولكم عنه وبنصحكم فيه، بقولكم أنا شو حابة فيه. فصراحة يعني أنا اوكي خليني بس ارجع احط الماسكارا على الرموش السفليه، هو كاني انا من هون شويه موسخه ماسكارا.
هدول البلاشرات انا هلا رح اجربهم معكم كمان اول مره من كارغو، جبتهم من اي هير، لقيت عليهم كثير مدح. اوكي فرح استخدمها هلا، وبيقولوا انه هي ووتر بروف. مش عارفه كيف ووتر بروف وهي باودر، بس بتصير يعني يمكن تصير. اوكي ماشي الحال، اللون ما كثير حبيته، بس رح استخدم هايلايتر فوز اوكي لانه ناعم بصراحه والدنيا الصبح شايفين، ححطه يعني شوي هيك. هلا بنجي على الروج، حشيل بس المرطب. استخدم هاي الدرجه من هدى بيوتي اسمها بومبشل. حلو اللون، بس يعني هو حلو بس مش على هذا الميك اب. حستخدم هذا اللون من ذا بالم، ارواج ذا بالم الصغار بجننوا كمان كثير بحبهم. حستخدم مثبت الميك اب من هاي البراند. هاي البراند انا اول مره اسمع عنها، اسمها كونتور كوزماتكس. بعتولي منها بوتيكات على فكره اشياء كثير، بعتولي هذا برايمر وبعتولي هذا الباليت تبع الكونسيلر والكونتور. شايفين يا ربي شو عم تسوي فوق. المهم رح استخدم مثبت الميك اب هذا، فخلينا نشوف. حكتب لكم هون اذا طلع منيح ولا لا على نهايه اليوم. وبس هذا هو كان ميك اب اليوم، ما زبطت فوق عيوني دقيقه شوفوا، يعني ويل دو اور بيست. سو هذا هو الميك اب اللي انا سويته اليوم، جدا بسيط جدا سامبل. خلينا هلا نجي على اللبس. مش عارفه صراحه شو بدي البس، بس رح البس واجيكم. وبس والله يا بنات هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ولو عجبكم لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وكومنت، بموت عليكم. ويلا باي.